من هم أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف عند الجمهور قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، استوت حسناتهم مع سيئاتهم، فهم في مكان بين الجنة والنار إلى أن يقضي الله فيهم. هذا المكان اسمه الأعراف، الأماكن العالية، ينظرون إلى أهل الجنة وينظرون إلى أهل النار. وقيل ما سبب ذلك؟ قيل استوت حسناتهم مع سيئاتهم. من ذلك مثلا أن رجلا خرج للجهاد في سبيل الله وهو عاق لأبويه، عاق لوالديه، فالعقوق كبيرة والجهاد مرتبة عظيمة، فقتل. ذكروا أمثلة لذلك.